السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباحكم صباحي، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين من الدور 30، يعني سيد جريب. يا الله يا ربنا آمين. محسن باشا صباح الخير. صباح النور. وصلنا أبوي، حطينا ريوقنا من كل ما تشتهي نفس المطعم هذا اللي نحبيه، هذا المطعم الفندق فنان وريوق، خدنا من كل شيء. ومحسن جايز لك محسن ريوق، إيه رأيك؟ الحمد لله. وليش فيش قاعد ضم جنبك؟ بس ده زعلني. يوم يقول لك والله دبي ما شاء الله ترغش ترغش البلاد من الأوادم ممزورة وزحمة، شيء لها خانة البلاد اللي ما فيها زحمة، لها خانة البلاد اللي ما فيها زحمة، ما فيها ساير وياي، ما فيها حركة، خالية على عروشها. لا والله البلاد أبوي اللي خالية على عروشها عبارة أبوي لا فيها لا استغراب ولا راحة ولا همك الله ولا هم يحزنون، لا بيع لا مشترى، سوقها شاسد، يسمونها سوقها شاسد. يا غير البلاد اللي فيها حركة وساير وياي، هذه أبوي عبارة بلاد معطاء، بلاد فيها أمن وأمان، وعطني وأعطيك وخذ وجدم وسر وتعال، يعني هذه الحياة، عطني وعطيك، ذاهبني وبذاهبك، وين ما تصير تحصل أوادم. لأنها دبي أناسة، من تظهر أنت أو من تدخل السلع لين توصل الفجيرة حركة، كأنك جالس في خلية نحل، كأنك جالس في خلية نحل من الأوادم، المساء ليل نهار ظهر قايلة الضحى الصبح، لأنها بلاد فيها أوادم، فيها حياة، في تقييم للإنسان، البني آدم له قيمة، وين ما يمشي يحس إنه في احترام من الدولة، الضيف له احترام، وراعي البلاد له احترام، وكل من يمشي في هالدار له. شلكم أنتم؟ حتى الطير اللي في السماء له احترام، منزل هالدولة قوانين حماية الطير هذا مدامه فوق أراضيها، لذلك تلقط المحميات شو بقولكم؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على كل شيء وعلى كل هالفضل اللي نحن فيه وعلى هالنعمة اللي نحن فيها، اللهم لك الحمد. حسب ما حد عايش حياته بالطول والعرض إلا أنت. أنا؟ هي؟ ها محسن تأخذ لك تبه؟ تبه؟ تغطس؟ إيش تبه لا؟ ليه؟ حبش الماء، حب جنبري بس. يا هل جنبري. يا ربي الحين في الثلاثين فوق ما يقدر كم من دور بعد، يا ربي هذا التصوير على من الاتجاه الثاني، شوف الله عليك يا ربي يا دبي شو غادي تبارك الرحمن. أظني أغنية كيد العزال أنا من يومي مغنينها أبوي إلا في كنت يا دبي، أعتقد كيد العزال أنا من يومي. هي نعم، كيد العدال كيد العدال كيد العدال. ظاهرة أنا أشوف الحين، أشوف مثل هذا مشروع الحين، الأول لو بيبنون صندقة شبكوا دور ما دارها، ولقط أبوي البليوت والحصة والخياس والكشرة كلها دور ما دار الموقع، والحين أشوفه يبينش برج طوله مليون متر لكن ما تلقط حبة كنكري وحدة، كنكرية وحدة ولا حصبة ولا أي شيء، ولا أي شيء، حتى الحصبة الصغار هاي ما بتلقط دور ما دار الموقع. الأول كيف شو سالفتهم أنا ما أدري بهم، كيف يعني الأول بيت صغيروني يميع الكشرة يسوقون سيائير، المقاول يتكبد الدنيا والدين يسوق إلا من الكشرة، الحين بينش برد كامل بزمه وعراه وبيت أثث وبيتسكن في جيل يا رب ارحم، ولا شيء لا مخلفات ولا كشرة ولا همك الله ولا يحزن. سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، بالاتجاه بحفظ الله ورعايته إلى عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، أنا والدكتور أحسن. صباح الخير ومساء الخير وكل الخير عندكم. المرأة أقولكم في موضوع
غامضني او قلبي معورني على فئه معينه من عيالنا اطفالنا فلذات الاكباد. من يوم انا اياه لين يومكم هذا كم حادثه بحادثه اللي استوت. الاول يوم كنا في البيوت الشعبيه وعقب تطورت العزبه وصرنا بيوت اكبر وحاليا بيوت كبار وصغار وقصور في ظاهره استوي اللي هي غرق الاطفال. كان في حيضان في فنادق في منتجعات في وايد اماكن يوميا ما يطوف اسبوع ما نسمع عن غرق طفل. الاول يوم كنا صغار العيال وين يطيحون؟ يا في طويان يا في خراخر اللي الله يعزكم اللي هي البواليع بين الشعبيات بين البيوت. الاول على هالاساس الدوله اتخذت قرارات صارمه ان يمنع اقامه البواليع والخراخر بين الفرجان بين البيوت الا اذا صبيه مسلحه وما تقاين حط نيشان. شغله طويله عريضه. حاليا كل بيت في حوض وكل مبنى في حوض وكل نادي في حوض وكل فندق في حوض وكل نادي من النوادي الموجودة العامة بعد في حوض. فلذلك شو اللي يستوي؟ كم مرة بمرة في بالأخص هالمدة اللي طافت ما كم فاجعة بفاجعة في البيوت تستوي سبب غرق الأطفال اللي هن الحيضان الأحواض. والأحواض أصبحت حاليا في المدارس وتي الطلبة الصغار اللي من الصف الثاني والثالث والأول اللي ما يرومون يكون غزر الحوض أكثر عن مترين ومتر ومتر ونص في يعني قامة وقامتين شيء من الأحواض غزرهن في النوادي وفي المدارس. هذا ما عليه ما شيء مشكلة لكن لازم يكون في حل لهالأحواض. إن الناس تستغنى عن الأحواض مستحيل إن لكن لازم في حل. أنا في اعتقادي يا إنه شوف إنه ينشب الماء ويتفضى هذا مخاسير وايدة أو أن بعد استعمال الحوض. أنا في توقعي يعني ينحط جرس انذار يعني أي شيء يقرب الحوض هذا يرن جرس انذار أو أنه ينحط شيء مثل شبك نايلون على ويه مثل الغزل أو مثل الليخ ينحط على ويه هذا يكون لو حد يطيح لازم ناهضنه يعني يرفعه يعني البيوت ما شيء بيت ما في طفل يحبي ولا يمشي ويطيح ولا يمشي ويخطي ولا يعني وايد البيوت اللي فيها أطفال بسنتين وثلاث سنين وراعية البيت الأم أو الأخت أو الخالة أو المربية إلها غفلة بعد إلها غفلة لازم بتختل شويونه بتستريح سبحان الله. وهذا بيصير من شيء سهل بيصير روح إنتاج الحين أهل الدار والله هن من حول لين حول من حول لا وحين من يعرس اللادمي قال والله نحن أول ثلاث خمس سبع سنين برتاح ويا أم العيال المدام هي ما يقول بعدهم العيال ويا المدام أو ويا الحب بنشختر شرق وغرب بنسير وني خواف ما فينا نربط عمارنا بالعيال. لا والله ربط عمرك بالعيال وما عرست أنت إلا لجل العيال. شو تبى تعرعر وياها لا حج على التعرعير ييب لك سبعة ثمانية تسعة عيال وعقب أبوي عرعر وين تبى بنت هذون يوم تعدني أنسب وقت للتعرعير متى يوم بيوصل أبوي عمرك 47 48 45 ها عيالك ما شاء الله ريايل خلصوا الثانويات أصغر واحد وابتدأ في الجامعة خلاص ما تحاتي شيء الساعة عرعر الثث حطيت قاعد لبيتك وسويت ركيزة العائلة حبتي رست عرعر وياها خري مري شرق وغرب وانت لا ولد ولا تلد ولا همك الله ولا هم يحزنون. اول يجيب العيال اول يجيب العيال ابوي وعقب ابوي يصير وين تبون لاحجين على السير والجاية ترى حين السير والجاية بيزات ابوي مخاسير. ولله الحمد حاليا وصلت تعداد سكان دولة الامارات زاد عد 9.5 مليون روح نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نباهم لين الحايلة ولا الحول يعني يزيدون على الأقل بعد له شوية يتخطون 10 مليون دخيل الله. ركزوا على عيالكم اهتموا فيهم غطوا الحيضان تركزوا على العيال واللي بيعرس لا يأجل موضوع الخلفة والعيال لين عقب سنتين ثلاث. والله الحمد لله رب العالمين
الدولة بوي تبع عيال تبع عيال يبون عيال الله الله في عماركم، وادروا الحبوب وادروا الصراط هاي الأشياء اللي تيود تأجل الحمل وما أدري شو، ورب العالمين بيسر للمو وحطوا بالكم على العيال، قطوا الحيضان حطوا جرس انذار والله يطرح البركة فيهم. من بنود الحفاظ على أرواح الطلبة مفروض وزارة التربية، هل بالتربية والتعليم يعني هل بالمدارس إجباري اللايف جاكيت، هذا الجاكيت مال اللي ما يعرفون يسبحون، هذا قصب زور رضا أم أبا ما على هواه، ما يدخل المكان اللي فيه الحوض حتى لو يقول ما بتسبح، حتى لو عنده عذر طبي إنه ما بيدخل لازم يلبس لايف جاكيت. شو السبب؟ حد يمزح وياه مصغارية يد فرا ولا ينزلق ولا شياته، يكون في السيف سايد يعني يكون مسوي احتياطه وماخذ حذره، هذا شيء ضروري. وهالقرار لازم تحطه وزارة التربية والتعليم ان يمنع منعا باتا دخول اي ولد في اي فئة عمرية جدا منطقة الحواض حواض السباحة في المدارس الا بلايف جاكت، وما يظهر ما يظهر من منطقة الحوض الا ما يعقع عن ينبه الا هو ظاهر برا، بيقولك الشاور السبوح ما يقدر يعني لازم يعق هذا اللايف جاكت عقب ياخذ الشاور ويتلبس لبسه، ما عليه الشاور يكون برا ما بنفس منطقة الحيضان ما بمنطقة الأحواض، لا برا منطقة الأحواض. بيقولك والله الستر ما يبري يقولي لا بوي، الحياة والأمن والأمان أهم عن الستر. ما تحيدون في مصر طلعت ظاهرة يقولك والله اللي اختشوا ماتوا لبقت حريجة، حريجة استوت في وين؟ في حمام شعبي استوت الحريجة، فاللي عندها فودة لفت عمرها وظهرت واللي ما عليها فودة ماتت وهي ما بمتلحفة فقيرة وانحرقت. فلذلك هاي اللي اختشوا تموا مكان الحريجة واحترقن وماتن، واللي ما اختشن اظهرن خارب ومطاميطهم كلهن يتراقلن ما ماتن. شو السبب؟ قالوا اللي اختشوا ماتوا. فلذلك حياة الإنسان أهم حتى عن الستر، حياة الإنسان أهم حتى عن الستر 100% هالكلام. طفل والله ما بروم يظهر خاري حسب ما الحمى ما حد يتكشف عليه، لا والله يتكشفون عليه ويتم بخير وسهالة، ولا أنه يصير من شيء سهلة ويغرمونه هل يصير دم فاسد، لا والله برأي مكان الشاورات يكون خاري بعيد عن نعم بعيد عن منطقة الحيضان، هذا مكان روحه، فبراي تم باللايف جاكت ماله لين يظهر برا المكان هذا، ويكون بوابة ممنوع أي إنسان يدخل منطقة الأحواض بدون هذا سترة النجاة. هذا أولا. ثانيا حاليا حتى أنتوا يا هالبيوت مفروض أنكم الله يحفظكم في حال أنكم أنتوا مشغولين وما برايمين تسوون كنترول الباب ما ينفتح، الحين حتى بتقول والله هذا داخل البيت الحوض، حتى وإن كان داخل البيت الطفل هذا طفل شاف حوض عفج فيه اشتراه، ما عنده سيطرة على عمره، شاف حوض دور ما دار زراعة وورود وشرباك وشي جميل سارب ويعكن دورته عفج، ما يدري منه محتراني يهنمونه فقير ونفد سار من شي سهلة، معلومة من عيالكم من عيال إيرانكم، لكن هذا بيصير من كيس الدولة من كيس هلا فقارة. هذا الحوض مغري شكله مغري شكله مغري يعني، فلذلك أي طفل ينجذب على الحوض حتى لو بيت إيرانا، فلذلك لازم يكون في كاميرات مراقبة ولازم يكون في جرس انذار أو لازم يكون شبك أو يعني في لازم صرفة، لازم في مليون دبرة ودبرة دون عنقرق الأطفال حذين. هذا الموضوع والله مفروض أتكلم فيه قبل شهر شهرين يوم سمعت آكل أيام عن الولد اللي توفى حليلة في الحوض، لكن شو بسوي؟ اللهم لك الحمد، الله يخلف على هاليتهم اللي ماتوا عيالهم بالغرق، كان في بحر ولا في برجة ولا حوض ولا طوي ولا شيات، هاي شغلة الحمد لله رب العالمين. قاعة المزاد هذا اللي تشوفونه.
نحن الحين في هالمكان الرسمي والعالم خارب ويه عباس على دباس اللوادم أمت لا إله إلا الله كل هاللوادم وصلت. وهذا أبوي المهندس الخبير. السلام عليكم. كيف حالك؟ والله الحمد لله. شفت عليك؟ شفت المكان اللي نحن فيه؟ جدا تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مكان يليق بوجود مكانة العاصمة ما شاء الله تبارك الرحمن. مبارك كيف حالك؟ الله يسلمك. وين جايب الله عليك؟ جايين الحين البحر كنا في البحر سوى الطاف. انزين وحين وين ساير؟ ساير صوب مزاد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العام جيته المزاد ولا السنة؟ يناير يوم 50 كان. ايوه والسنة؟ السنة هذا الحين أول مرة قصر الإمارات. هي هي. إن شاء الله تفاعل بالخير. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كيف عرفت عن خبر المزاد؟ والله شفنا ريال مصور في انستغرام. بعد نعم بخليته بعد ما شاء الله عليك يعني متابع ما شاء الله عليك الله 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 يحفظك احلى في البحر كل شيء الامور طيبه ان شاء الله شوف الله عليك عندك يا تحلم والله هاي نعم سيوت ايوه زوريه تراها زوريه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله لو ما قلت اني ما اعرف على فكره شيء يافطات وين ما تسير شيء اسهم محطوطه كل سهم بسهمها وانت ساير لين توصل قاعه المزادات ومن توصلها يجيك السهم هذا من توصل هالمكان ها يجيك سهم وهذا ابوي لايحه طويله عريضه وضيف الشرف الرئيسي الرقم هذا الفئه الاولى رقم 3 الفئه الاولى رقم 3 هذا ضيف الشرف ساير ورياي كل هالعرب ابويتي من هذا الطريق نحن الحين في الدور الارضي ضروري اول بالي تخبر انت منو انا فلاح من سالم المصري والله والنعم ليش ايش هل يجي عليه والله ناويين على رقم ان شاء الله حاط شيء في بالك نعم شو ظنك 190 هذا كم بدايته في الاولى 190 ايوه لا يعني تحط في بالك تبى رقم 190 اي نعم كم حاطين بداية المزايدة؟ حاطين فيها 20,000 كبداية. كبداية. والناس الزايدة. أي نعم. أيوة. الحبيب تعال. الله. ما طاع ما طاع. أرب الله تعبوه. ها أبويا. وأنت بعبد زايد؟ لا. متفرج أنا طالع ما قواك. عرب هاي كلها اللي تشوفونها هناك تلتتي وتسجل كل من يأ وسجل. يحط المعلومات وكل شيء وخلاص بس يبتدي الدخول الى القسم هذا اللي تشوفونه خلص التسجيل من يخلص التسجيل تدخل العرب يبتدون عاد بالوفي والدنيا وما ادري شو هذا السلام عليكم ايش حالك الله يسلمك طيب انت كيف حالك الله يسلمك الله يحفظك ايش حالك الله يبارك فيك كيف انت الله يحفظك الله يسلمك كلها ابوي الزيرة هذه ها على الشيخ هذا ابوي شيخ الارقام هذا ابوي الصدع والديانة وهالدنيا كلها على هذا يسدك الاهم ابوي عن الرقم ها اللي تشوفونه هذا ابو ظبي والامارات وهذا رقم 3 الفئة الاولى شو بقولكم شو بقولكم كلها ابوي عرس 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 ابها بالله عرس مهرجان مثل ما تشوفون ها هذا المدخل هاي الدنيا ومن عقب البوفيه وهاي الكيكه اللي تونا صورناها هذه بدايه القاعه مدخل القاعه السلام عليكم ايوه هذا اللي تشوفون هناك المدعوين والعالم كلها بتي نحن جينا قبل الناس كلها مميزة في بلد مميز رعاة مميزين مكان مميز وكل شيء فيه مميز في فندق مميز ألا وهو فندق قصر الإمارات ما سمي قصر إلا هو قصر شيء مشرف تحفة معمارية يعني هذا الفندق من عجائب الدنيا السبع يوم يقول لك من عجائب الدنيا السبع
هو هذا الموقع اللي نحن فيه يعتبر من عجائب الدنيا السبع. يعني اللي بيدخل يباله أسبوعين ثلاثة لين يقصى أوله من آخره، من الترتيبات اللي فيه والأشياء اللي فيه والتحف والترتيب، كل شيء فيه ملكي، مش شيء بسيط عادي ولا شيء متعارف عليه في جميع الفنادق. لا، الأشياء والتحف اللي فيه مميزة ما لها وصيف في الدنيا. الشاعر فري الحارثي، ايش عندك؟ مساكم الله بالخير. مرحبا. طول عمر الشيوخ يحفظ حكومة الرشيدة عندنا بيتين، يقول يا مساء الخير البيت متوحد في وطن شامخ وكلنا دونه، قالها كاسب الطولات محمد والشعب وافي ما خيب ظنونه. ظنونه حيد عمر ابوي بعد ما وصل يتلاحق عمره. المكان ابوي ها ما يشم الرياي اللي فيها خير من العرب. ها المكان ها الواد ابتدت تضاول لحد يتم حدث ما يستوي شرات حدث إلا من حول لنحول، من حول لنحول لحد ييلس. الكل منكم والجميع لا تتريون لا تيلسون تتعايزون، الفرجزين تعارفون ويا العرب وتشوفون الناس شيء وايد ضروري. حدث اليوم وحدث بكرة إن شاء الله اللي في ياس هم من الأشياء اللي ضروري لو آدمي حضرها، أشياء زينة مفرحة تفرح البلاد والعباد. أنا ضاري أشوفك من حول لين حول في أرض في مهرجان زايد. نعم. اليوم هني أنت شيئتن علي هذه. والله يا شام رقم إن شاء الله إذا الله يسرنا الأمور دخلنا رقم إن شاء الله. حد شيء رقم مميز حاط اللي في بالك؟ والله نعم إن شاء الله. ما بتخبر؟ لا ما فينا بيضربنا عليه، خلنا نيره وخلاص ان شاء الله ترى بخير. الله يسر امورك. يا رب يا مرحبا ان شاء الله. انت بكبرك مميز ضروري ان يكون عندك شيء مميز. اي نعم انت بكبر مميز. انا من شفتك العام في مهرجان الشيخ زايد لتراف عرفت انك مميز. والله ابو محمد الحين دوم ترياك السنه اللي طافت غبت عنا. ما العام هذا السنه ما وانا ان شاء الله كل يوم بيوم اسكر اول الله ان شاء الله ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا. من ايش العيد بالارض؟ أنا من إيش رقم أربعة كلاسيك. أربعة كلاسيك؟ أربعة كلاسيك أبا حق أبوي ما أصني عليك أني أفدى أبوك أنا. والله صدق ما حد يصوب هاي أمنيتي إن شاء الله. يعني الله يرزق أبا حقق له أمنيته إن شاء الله. أنا ما بشيء أبوي ابتعدوا عن الرقم هذا. أربعة كلاسيك. أربعة كلاسيك تيملوا يقول هو أنه كان عنده الأول في الدينات الحين يبقى هي نعم ما لنا بيرد لنا ماشي مشكلة عليك باص. يدنا المغرب تصلي العرب كلها بوية ناس بتدخل بتمزر هالمكان بكبره إن شاء الله. بس يتريون الصلاة. شو الرقم اللي في خاطرك التحيبة؟ خاطري 311. لا إله إلا الله. لا تقول في خاطرك الرقم. أنا أصلاً جاي عسب. لا لا لا. تزعلني عليه. يا ريت. في ناس مطرشيني علينا. لا. سمونه؟ إيه لا 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 براي معذر أنا براي بنفتح المجال بس يزاك الله خير يستاهل يستاهل كل جماعة يعلي ما ذوب حزنهم يعني الله يحفظهم. لا 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 بيسر هالأمور ومبولي بشل الأمر مرة ما يهمك. رئيس مجلس إدارة الإمارات للمزادات المناعي عبد الله. كيف حالك؟ الله يرزقك. كيف أنت؟ الحمد لله. اختيار موفق في هالصالة الجميلة اللي تاخذ العدل بكل ما تعطي الكلمه من معنى وحضور وهيبه المكان روحه يزيد بهجه ويعطي رقي ويعطي سمو للمكان اللي نحن فيه. كيف تم اختياركم لهالمكان الفنان؟ الله طبعا اخترنا هذا المكان في 2007. نعم في اول مزاد هنا اكثر من 12 سنه والحمد لله استمرينا في هذه القاعة واستمرينا في تطوير المزاد والأمور على ما شوف. الحمد لله الحمد لله من حسن إلى أحسن. الله يطول. الله يسر أمورك. نحن نشكر. إلى الله يحفظك. نشكر حضورك. الله يبارك فيك. كل من شارك ويانا اليوم وإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن ظن ظنك وظن الجميع اللي حضروا واللي بيشوفونا بيحضرون في المزادات الجاية إن شاء الله. الأمور طيبة وكل شيء زين. ترتيب والاستقبال يعني تحرى عمرك انت في مهرجان الله يكرمك في ارسي مهرجان ما بالله مزاد يعني شيء وايد ترتيب يعني خد اتوقع جهد كبير. الحمد لله هذا همنا طال عمرك ان الناس تكون راضيه الناس دائما تشوف الجديد الناس
تشوف كل ما يرضيها وتلقى هذا. هذا أولا. ثانيا هاي البلاد لها حق علينا، ونحن كل شيء ما نظهره إلا بالصورة المشرفة، الصورة اللي نوم أسبها قدام العرب. الحين عازم السوشيال ميديا مراقب ومتابع من جميع أنحاء العالم من كل الفئات، فلذلك ودك تظهر كل ما هو إيجابي ويصلح تنتفع به البلاد والعباد. صحيح. الله يحفظكم إن شاء الله يخليكم. مشكورين على هالجهد الجبار. المذيع المتألق محمد يوسف ما شاء الله عليه يلقي الكلمة الافتتاح ويرحب بالحضور في هذا المزاد للأرقام المميزة، ومع أرقام قوية ومليئة بالمفاجآت. ولا أطيل عليكم، ولكن كالعادة هنالك تعليمات سريعة لفهم عملية المزايدة على الأرقام المتميزة التي بحوزتنا لهذا اليوم. ستكون عملية المزايدة برفع المزايد للباقة إلى أعلى، وسيتم احتساب الحد الأدنى للمزايدة. وإذا أراد رفع القيمة يعني حضرتكم إلى مبالغ أعلى، لابد أن يسمعنا المبلغ أو أن يرفع البطاقة، وسنقوم باحتساب الحد الأدنى للمزايدة. إيش الحد الأدنى للمزايدة؟ على حسب الرقم. في أرقام الحد الأدنى للمزايدة 5,000، في أرقام 10,000، في أرقام 50,000، وهكذا نزيد بمجرد ما ترفعون زايدة من القيمة الإسمية المحددة، وستظهر على الشاشات التي على الجوانب وأمامكم. وبعد ذلك يحق لأي مزايد أن يزايد على هذه القيمة لأي مبلغ أعلى من المبلغ المحدد كحد أدنى. في حالة توقف عند مبلغ معين من المزايدة، أنا راح أقوم بالعدد التنازلي من 3 إلى 1. إذا وصلت عند الرقم 1 سيرسل الرقم على آخر شخص وصلنا إليه. بعد الرقم 1 أي حد يرفع فنضطر أن نرفض مزايدته. 105 110 عندي رقمين هنا، 115 666، نزيد 120 510 120 120 125 4 7، 125 130 هناك 130 130. وتفعول الرقم بس بحيث انه ممكن يقرا يا شباب مثلا هذا الرقم بالجد 510 135 140 4 7، 140 140 140 4 7. نزيد يا شباب 140 140 140. الرقم 1-0-0-0-1 رقم خماسي في الثاني 140,000 145 5 1 0 145 145 150,000 درهم. 150 نزيد يا شباب 150 165 165 3 2 160 1000 درهم 4 0 1 4 0 7 4 0 7 160 1000 درهم 165 165 165 165 165 و3 165 1000 صاحب الرقم 5 1 0 5 1 0 165 الرقم 1 0 0 0 1. يستاهل الله يبارك له. 1,000 درهم و1,000 مبروك صاحب البطاقة رقم 407. حضور المزاد روحه متعة، حضور المزاد روحه متعة، شيء جميل ممتع، تحس بمتعة، تحس بمتعة المغامرة، بمتعة المزايدة، بمتعة الحضور والناس، يعني تحس ان الدنيا كلها تمطر، تمطر نيطان 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 يتخالف يتخالف النيطان. تبارك الرحمن ما شاء الله. روح 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 روح. 2019 الحول هذا رقم السنة الجاية الحين 2018 2019. شو كم وصل؟ 70,000 70,000 صحن رباعي ماشي رقم متشابه 2019 بس 2019. هي نعم تشتري السنة تبيع الحول. هذا الرقم يعني لين تقريبا 2175,000 درهم. ارفع البطاقة لو سمحت اشوف. 1,008 1,008 1,008 هذا الرقم صار 75. هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة. أيوة ها
هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة. سكون قبل هدوء. هذا حينه. العرب حينه محتشر على هالياي. هذا حين الياي. غمض برج. شفتوا هالمهرجان اللي استوى على هالرقم؟ يقول لك إذا أردت أن تكون متميزا لابد أن تكون مختلفا. إذا أردت أن تكون مختلفا لازم تسوي شيء ما حد غيرك يقدر يسويه. نعم. من هذه الأشياء امتلاك الرقم 3 الفئة الأولى. الرقم 3 5,000,000 درهم القيمة الإسمية، والحد الأدنى للمزايدة 50,000 درهم من يزيد. الرقم 3 لأول مرة الفئة الأولى يا شباب. هذا مستحيل أي لاستحد. 5,000,000 درهم. المزايدة ابتدت بخمسة مليون. أنا عندهم مستحيل أي لاستحد. مليون. ما يشلني الكراسي. ما يشلني الكراسي. كراسي ما يشلني. و 900,000 درهم 6,900,000 من يزيد يا شباب 6,900,000 درهم 6,900,000 يا صاحب البطاقة رقم 6,900,000 درهم هني عندي من يزيد الرقم 3 فئة مميزة 6,950,000 درهم هناك من يقول 7,000,000 7,000,000 يقول لك هناك يا شباب 7,000,000 درهم الرقم 3 الفئة الأولى اللي يجيب 7,100,000 درهم هذا الرقم يسوى كفاية يا شباب شهر صدق 7,100,000 درهم 7,100,000 درهم 7,000,000 من يزيد يا شباب 7,100,000 درهم 150,000 درهم صاحب البطاقة رقم 216 7,150,000 7,150,000 من يقول 7,500,000 وعبنا بسرعة وخمسمية 7,500,000 درهم 6,2,6 وثلاثة ما شاء الله 7,500,000 درهم واثنين 7,500,000 درهم وواحد وألف مبروك صاحب البطاقة ارفع البطاقة لو سمحت 6,2,6,2 وعدني عدل بسرعة تأخرت شوي 6,2,6 ألف مبروك 7 رقم المميز في هذا اليوم المميز رقم مميز يستاهل هالرقم المميز يعني الله يحافظك ألف ألف مبروك وننتقل إلى رقم آخر مميز أيضا وهو
الرقم بالجد 1000 درهم الحد الأدنى للمزايدة 20000 درهم الرقم 100 500000 درهم 704 زيد يا شيخ 407 600000 درهم وعشرين وخمسين 666 700000 درهم 704 زيد وعشرين و50000 درهم 666 وسبعين 20 حد الأدنى 90 و900000 درهم 1080 و900000 درهم الرقم أنيب 900000 درهم من يزيد يا شباب من يزيد أعد 90 مليون درهم هناك الحين ممكن نعد ونحن مرتاحين وصلنا مليون بس كم الرقم لو سمحت طاقة خوز يا الله 614 صاحب البطاقة رقم 614 مميز يقول لك مليون من يزيد يا شباب ما حد خلاص والف مبروك صاحب البطاقة رقم 614 مليون درهم الرقم هدية السيارة هذه موجودة قدامنا عقب المزاد نزايد على السيارة صدق عاد؟ لا 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 امزح الحد يقول بعد الحد الأدنى للمزايدة 50000 درهم يا شباب عندي 240000 مليون درهم صاحب البطاقة رقم 56 مليون و500000 درهم 704 مليون يزيد يا شباب و50 و600 و50 و700 و50 و80 مليونين هاي يبي يقول لك ما تنقز الا السمي و150000 درهم هني يا شباب من يزيد مليونين و150 و200 بتزيد جميل 200 هناك مليونين و100 و200 حد قال 300 ها صح يقول حق عمر تستاهل و250 بس في ناس يقول بعد مليونين و250 و300 621 ونسي يا شباب و300 حلو و300 رقم حلو و50 حلو حلو و50 يستاهل و400000 درهم و50 صدقني بترسع عليك بترسع عليك طول شوي شكله خلاص و200000 درهم معلش 200000 درهم صاحب البطاقة رقم جميل يستاهل رقم جميل لا يجوز قال 3 مليون ما قال 1 3 مليون و200000 درهم من يزيد يا شباب 3 مليون و250000 درهم 6.8 وتستاهل والف مبروك صاحب البطاقة رقم كم مرة ثانية لو سمحنا نشوف 6.8 3 مليون و250000 درهم الرقم 22 الفئة الثانية ألف مبروك تستاهل وزعنا الرقم التالي هذا يبوك بنشوفه الواحد يتكهرب تي كهرباء اللي بيشوف هذا الرقم يا رب البيت والحرام كيف هذا الرقم يا ابوك يشهق اللي يشوفه من يشوف 5 اثنينات يا شباب و2 والحد الادنى للمزايده 50000 كم
500,000 درهم اللي يزيد يا شباب و50 بتزيد وألف مبروك صاحب المبادرة رقم 510 بمليون و120 ألف درهم الرقم 2 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
لكن أنا بعد الانتهاء كنا نمشي ونسير لما نوصل إلى شيء. وظلينا 25 سنة ونحن نمشي إلى الطريق. فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي إحنا نريد. وصلنا إلى كنا وصلنا إلى السفر. وصلنا إلى الراحة. أنتم أمامكم خير. وأنتم على أرض الخير. بس قبل أنفسكم بعقيدة خالصة. عبد الله ما مدى وقتك. والأبصار كلها. ديسمبر ولادة الاتحاد 70,000 درهم 75 بطابة رقم 108 هذا الرقم المميز. ألف ألف مبروك. الرقم التالي الحين رقم من الأرقام الجبارة. هذا من الأرقام الجبارة. ألف لام قبلها ألف لام الجبارة. الرقم 20 الفئة الأولى. يا سلام. 20 الحد الأدنى للمزايدة 50,000 درهم. من يعطيني رقم؟ شوف هذا رقم 20 مليون شرات الضيف. الضيف على قدره حتى تذبح للديايت حد تويس حد خروف حتى تنحر له نحر اللي هو حوار ينحرون له. هذا من الأرقام اللي ينحر لهن. هذا من الأرقام اللي ينحر لهن. نعم مليون مليون جليل ما ينقطع من محيط. لا وينك وين يصير فوق أبويا غوص ومبر غوص ومبر ويمسير 3 كيلو وخمسمية ألف درهم. واحد والمبروك صاحب البقرة من كم جهوب 2-1 عرس 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 يستاهل يستاهل هالرقم. اي والله يستاهل الحفلة. طار المناعي صح انزين ما اسمعك سناجات. بسم الله عليك خف علينا عليك لازم ديتك. هذا ولدي احمد بن خالد شيخي مشكورين على حسن هالترتيب الفنان. والله ييسر اموركم شغلكم كله فنان وتنسيقكم يجنن وكرامتكم ما شاء الله وافي كل شيء تون. ما قصرتوا من ابدا تحرى عمرك في عرس ما بأي اي عرس عرس ولايتي بعد الحمد لله كل ترتيبكم فنان ومميز وما قصرتوا
والله يملكم ان شاء الله. امين. هاي بلادكم ولها عليكم حق. مشكور. كثر ما تسوون بعدكم قصرين. الله يرحم والديك. مشكور طويل العمر على حضورك وان شاء الله ان كنا عند حسن الظن. لا والله فوق بعد. ولنا لقاء دائم ان شاء الله. ان شاء الله. لا نصبر عنك. نحن بعد. الله يحفظك. الله يحفظك حبيبي. مدخل قصر الامارات بيكمل طريقه سيده. بيخطف على هذا بيتطمش. ها شاف هالعقود وطرق. لكن عاده اللي مفروض انك تطالعه وتمتع ناظريك دانة سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك ام الامارات. هذه هي الدانة. شفتوا بالله عليكم مكبرها. هذه هي القطعة الفريدة من نوعها دانة ام الامارات. وعلى حله على حله على حله على حله. اسمي ما غلط ليه سماها دانة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ام محمد ام الشيوخ. يا الله يا رب تحفظها وتمد بأجلها وطول بعمرها. هذه الدانة. شو مكبرها. اللهم لك الحمد. الله يسر ووفق. حضرنا المزاد اللي جنن اللي ماشي شرات المزاد في الدنيا العودة. ظهرت خاري عاد الحين ترية يبون سيارتي وما متع ناظري بهالمناظر الخلابة. هذا الشيء اللي لا استوى شراته لا ولا في بلاد في الدنيا العودة. شوف الله عليكم. شوف الله عليكم الأمر والأمور هاي كلها تبارك الرحمن. يا الله يا رب تحفظها من داخل. أمم ثرهتي هالمكان تصور وتتكشت وتتفرج ونحن أبويا ما ندري ما ندري بهالأمور كلها. عمار 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 يا دار الطيبين. عمار يا دار الطيبين. تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله. يا الله رب تحفظها من دار تبارك فيها. مع السلامة يا شباب. تعال أبو البادر صبر 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 ما عرفنا العرب. أنت من وحينا سيد الدرعي. والله والنعم. وانت والله مليون والنعم خليفة المهي. والله مليون هذاك ويندسر بيهم ساق. يلا كرمكم الله. مع السلامة شباب. الله يحفظكم. أقول لكم ظهرنا الله يحفظكم من قصر الإمارات وينا المرسى في البطين وعزمنا نتعشى برغم إني والله مجوعان غير هلاعة. وأنا عدنا كلمة أنا والأخ المهندس ابننا البار اللي توني متمننه لأنه نعم ابن لي ريال بلحيته ما شاء الله ومهندس ومعرس يعني ما بخسر عليه شيء. لقيت ما شاء الله زاهب معرس وعنده عيال وبس. بس تويت حينة عندي أحفاد من ولد بالتبني هاي روحها نعمة يبقى الحمد والشكر. ومعنا الأخ العزيز محسن كابتن كابتن محسن هذا الكابتن محسن وينا أبويا بنتعشى في هالمطعم إن شاء الله. وقت اللي خطف أقول حق إبراهيم إبراهيم محسن الأول يوم نسير مصر مطاعم أقول بنسير مطعم الفلاني وما أدري شو وما أدري شو وما أدري شو. قال لا أنا مش عاوز أكل معاك أنا حاكل في مطعم براني اللي هو يعني كان ومبي ولا كنتاكي ولا بيتزا. ما كان في ومبي ما عرفش ومبي. زين شو يقول عادي يطلب يقول أنا مش حاكل معاك. شو طلبات تكون؟ حقي ناشف. يقول اخذ حقي ناشف. انت المطاعم اللي تصير لهم غلاية فانا ابوي ما اريد اكل من مطعمك. اعطني ابوي يجي ما تاكليه. ولا اكل اللي عايزه. وانا اكل انا اللي عايزه. فياخذ بيتزا من الكبار ويزيد ابوي هايك الحكي ويصير بهالبيت ياكل هو واللي عنده. لكن كان شيء اختيار موفق. صح؟ طبعا اختيار موفق.